عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير، ومعانا خبر جديد وفيديو جديد. بس ريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خبرنا النهاردة بيتكلم عن احتفال ابو هشيمة وياسمين صبري بطبعا براس السنة الجديدة سنة 2022، وطبعا هم قضوه في مكان مميز جدا، والناس كلها اتكلمت على تكلفة فستان ياسمين صبري اللي تعدت 42,000 جنيه. طبعا مبلغ كبير جدا في فستان لسهرة واحدة بس، يعني عشان تسهر في رأس السنة 42,000 جنيه، ده مبلغ يقضي ناس كتير جدا وممكن يساهم بشكل كبير جدا في جهاز عروسة، حاجة طبعا مبالغ فيها جدا جدا وما تنفعش. وناس كتير جدا انتقدت الموضوع ده لان المبلغ كبير قوي قوي، وصراحة الناس عندها حق. كده الخبر بتاعنا يكون خلص خلاص، ونشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.